انا كمستهلك لو عايز اركب محطه 6 7 كيلو وبيتي دي كانت بتكلف كام وحاليا بتكلف كام؟ خليني اقول لك بدل ما تكلف والعائد خليني اقول لك العائد على طول. العائد 12-13%. ده حاليا ولا بعد ولا قبل التعريف؟ دلوقتي هي قبل كده كانت كام؟ قبل كده كانت 16. ايام ما كانت الفايده في البنوك 10. فكانت ممكن تحفز الواحد انه يحط. النهارده بلاش بقى بتكلف هو كتير يا عم 16% و12%. ايه الفيلميه دي؟ ليها علاقه بالسعر. السعر وعوائد البيع بس. يعني انا هضرب مثال لحضرتك. انا كنت نزلت المحطه الشمسيه بتاعت اللي فوق المسجد ونزلت انه وزاره الكهرباء اشترت طاقه ب 14000 جنيه من احد المواطنين. ناس كتير اتصلت بيا دي تكلف كام؟ قلت لهم حسب الكيلو ب 14. الكيلو ب 14000 جنيه دلوقتي. وبيجيب لك عائد يديك 12%، 12.5% بس. الكيلو ده ياخد لي مساحه قد ايه؟ 10 متر.